حبيبي كيف الحال؟ هلا هلا طيبين؟ طيبين كل عام وانتم بخير وانتم بخير وصحة جاهزين؟ جاهزين وفا عليك طول ان شاء الله شباب جاهزين نجهزوا اغراض الطراد ان شاء الله باذن الله شويات ونقلع ان شاء الله بحول الله والله مطر مطر شغال ان شاء الله باذن الله بتاعت الخير يا رب ابو عبد الله حبيبي كيف الامور هلا دير ابو علي هلا ان شاء الله جاهز عثمان كيف المرسى اعطيله مرسى اها ما شاء الله تبارك الله بتجيب الامبرجاك اليوم على طول شوف جايك الطريق ان شاء الله باذن الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله كفو الشباب كفو الشباب لا 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 صاله 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 بس جاي جنب والعظيم ذا ما شاء الله الحجر تبارك الرحمن عثمان هلا امبرجاك امبرجاك ابو عثمان هذه اداء اخوي حازم استاهل الجقه الطيبه استاهل ما شاء الله شوف العيبها يا ابو علي شوف العيبها شوف العيبها ديلو من الجزيرة ما شاء الله أبو عمر هلا يبا شو غدانا اليوم؟ اليوم إن شاء الله شيش طاووق تسلم يمينك عبد الله جالس يطلع فسكه قطع على لا 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 ما يحتاج ما يحتاج ليش ما في شيء طوق يقول لك عن مراعاة للشباب اللي من جيزان يا مو شنو نعطي لكم اليوم نبا حوت ما شاء الله هذا وهذا يجوا مع بعض مو يوطوا مرسى وسم وشيء على كيف كيفك هذه احلى مرسى في البحر وين؟ في البحر في البحر في بوت مين؟ في بوت مين؟ بوت الهيلة الهيلة يا حبيبي شم الصوت والله شم الصوت والله شم الصوت يا روحي قري أمانة النص ذا غريب والله يا روحي قري ايش طاووق ومرسى؟ أتم وين؟ تحس نفسك تقول تحس نفسك في شارع السفارات الحمد لله سلموا الديات يا ابو عمر سلموا الديات السندويتش ما تحصله ولا حتى يا رجال وصلنا ابو عمر حبيبي ما صدنا شيء الله يسعدك الحمد لله رب العالمين الحمد لله خفايف ها اي خفايف ابو حياك حبيبي ابو دي ما صدنا شيء اليوم ها الحمد لله شوافتكم اهم من الصيد حبيبي الله يسعدك حياك ابو علي ابو علي دكتور النظام ما صدنا شيء اليوم ابدا ولا مسكنا شيء ابدا والله المستعان اهم شيء شوفتكم حبيب قلبي المقصد شوفتكم بس المقصد طال عمرك ما في كلافه الشباب كيف الصيد اليوم ما صدنا شيء ما صدنا شيء ما صدنا شيء
ايه بس خفايف خفايف دحين نوري الشباب الصيد البسيط. يقول السلام عليكم. السلام انتم بخير وصحة وسلامة. سلمك. اليوم طبعا ثاني العيد. حبينا نعايد عليكم باشياء حلوة، بس قبل لا نعايد عليكم نعرفكم بالشباب. ابو عبد الله. ابو عمر. دكتور احمد. ابو عمر الثاني. ابو عثمان غني عن التعريف. وضيفنا ابو ديم. يعطيكم العافية. ابو زهرة. والمصور الثاني ابو لمى. هذا ابو لمى. اهم شيء بسم الله الرحمن الرحيم. شربكنا ابو علي عارف يمين يسار. اي نعم. بس روح ما عليك اشبك اللي ما يشبك انا. روح روح. فك المقبره فك المقبره. اي نعم. فك المقبره فك المقبره فك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الميت ماسك في التابوت. اي والله. يا الله بسم الله. بسم الله ما شاء الله. واحد. واحد. دقيقة. روح روح. خرفان صلاة على النبي. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الرحمن. أربعة خمسة ثلاثة. راح راح. ست سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اثناعش ثلاثة أربعة عشر خلاص ابو علي خلاص يشدهم ابو علي باقي روح 17 ما يكفي 18 بعد تبغى زياده والله انت كريم ونحن نستاهل سهلون الطيب يا سلام 19 20 باقي اذا تعبت سلم اللي بعدك عندنا في عشماوي ثاني 21 ما شاء الله تبارك الله الحجم 22 وباقي باقي في المفاجاه كمان باقي كبير الموتى قتيلك كبير الحانوتي حق هذا حق ابو عمر 23 باقي روح روح 24 وسكن سكن وسكن وتبانة ترى اتوقع في تحت باقي ايه شوف واحدة ايوه كم وصلنا كم واحد زين زين واحد كم واحد كم 26 27 ونص 27 وباقي باقي باقي لا خلاص كذا خلاص ما تشبعوني ما صدنا اللي هنا اللي هنا مش محسوب اللي هنا تفاريح تفاريح باقي في باقي 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 الميت الكبير باقي الميت الكبير هذا التلاقيط ما شاء الله تبارك الله بسم الله وريهم وريهم التلاقيط هذا شيخ شوف لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم صل على النبي شوف ما شاء الله شوف 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 صلاه على النبي هذا خروف العيد هذا المفروض نجيبه في هذا خروف العيد هذا المفروض نجيبه في الحج وفي الاخير ايش نقول الحمد لله تفضل منا ما شاء الله لا الفضل منا اي والله اللهم لك الحمد واهداء لجروب الهيله استاهل الشباب اهداء لجروب الساحل الشرقي استاهل الشباب شغال اهدي الصيد هذا للشباب الموجودين كل عام وانتم بخير
وان شاء الله باذن الله عسانا كلنا من عواده ان شاء الله ان شاء الله دار الوالد الحبيب ان شاء الله باذن الله معانا الرحله الجايه حول باذن الله يستاهل الله يحفظ الله يحفظ يستاهل يعطيكم العافيه قروب الهيله يستاهل يستاهل حياكم الله حلوه هذه كل عام وانتم بخير وانتم بخير ان شاء الله